عليكم، اهلا وسهلا بكم معايا مجددا فيديو تعجيبات. ان شاء الله نكون خفيفه على قلوبكم، وكما كنقول نعطيكم موديلات جدادين، افكار جديده، موديلات اللي كتبغيو حتى نتوما. مرحبا بالجميع، مرحبا بالناس اللي كتستافد من الفيديوهات، مرحبا بالناس اللي كتبغي تقدم الفيديوهات. شكرا للثقه ديالكم والمحبه ديالكم. كما تشوفوا معايا ان شاء الله هذا الفيديو غادي يكون كله جلبات نتاع دو بياس، ولكن جلبات نتاع دو بياس اللي روميين، حيت بزاف اللي كياخذوا هذه الفكره ان جلبة دو بياس كتبقى مقتصره على السيده اللي مزوجه، مقتصره على العريسات. فلا، جلبات اللي كيكونوا هما واخا دو بياس كيكونوا روميين، صراحه كيتلبسوا في جميع المناسبات وكيجيو حتى همويين، وكيضيفوا واحد الاضافه اللي جميله للجلابه، بحال البنيته تقدر تلبسها، بحال السيده اللي غاده شي مناسبه، وخصوصا العيد كيجيو جلبات اللي همويين بمعنى الكلمه، وكيفكرونا في التقاليد نتاع الجلبه المغربيه اللي كتبقى زوينه وكتمشي شويه العصرانه بالالوان اللي داخلين فيها بالشكل ولا الموديل اللي فيها. فغنمشي ما نطولش عليكم بزاف، نديطايو في جلبات وخليكم معايا. وكما غتشوفوا معايا هاد الجلبه اللي جايه بالكحل، جايه لي مونش كما كتشوفوا معايا 3/4، هذا هو كما كنقول لكم جايه في ديك القصه اللي روميه شويه، واخا الكتفات جايين طايحين، ولكن ما جايش ديك الجلبه اللي عريضه. هنا هاد الجلبات ميديوم ال اكس لارج، وكما كتشوفوا معايا جايه كتحمق الكحل، والجميل فيها ان كما كتشوفوا معايا، شوفوا القميص حتى لو بغيت نشمر هكا يا قميص كتجي رائعه بهاد الديطاي. كما كتشوفوا، شوفوا الالوان، شوف شحال جايه كتحمق بهاد الطريزه الرباطي اللي متقونه، وهاد البيغلاج اللي كيشعل عرفتي، راه ما كيبانش، كتظلم الصراحه الكاميرا الالوان، وكتظلم حتى لا كاليتي نتاع الحجر، ولكن ثقوا بيا راه زوينه. شوفوا معايا الخدمه، ميم حتى البارما، شوفوا لا موسلين كي كيجي من التحت، الافتتاحه اللي جايه حتى هي غابيل نتاع الطريزه، وهابطه كلها بالخدمه حتى من الجلايل. انا راه شوف، انا اللي كيحمقوني في الجلبات هما تكون حتى الجلابه من الجلايل مخدومه، كتجي انيقه وكتجي متوله واخده حقها من القدام ومن اللور كما كتشوفوا معايا. وشوفوا معايا القميص، نقرب الديطاي، هو نتاع لا موسلين، وجاي هنا الطوق كامل عامر بالرباطي وبحجيرات اللي جايه غزاله ومسكونه وفنه. وبالنسبه لهذا القميص راه حتى السيده اللي تبغي تلبسو بوحديتو غتقول لي شاد الخلعه نتاع اللبس موسلين بوحديتو، كتلبسي معاه واحد البدعيه من التحت اللي كتجي حتى هي زوينه. الا بغيتي تلبسي حتى قميص دو بياس عاوتاني في الدار، صوب ديروه بدعيه مطرقه سامبل فحال دابا في الكحل، تكون هي في الكحل بدعيه، وتلبس حتى قميص حتى هو بوحديتو، ومن بغاو يلبسوها دو بياس كتجي غزاله وكتجي راقيه. وكما قلت لكم سورتو هكايا مع شي مرات شحال كتجي رائعه. شوفوا معايا الجليبه متوله فنه، وحتى لو بغينا نلبسوها حتى مع بليغه تجي غزاله. انا لابساها كما كتشوفوا معايا وكنتقعد هكايا مع واحد دمي طالون، حيت ما مولفاش الصراحه انني نلبس طالونات، ولكن هي كنبغي نمثل الجلابه بواحد الشكل اللي زوين، وكنعطي افكار كيفاش نقدروا نلبسوها، ولكن حتى مع البليغات غادي يجيو راقيين ويجيو زوينين. بالنسبه لهاد الجلبات، الثمن اللي غادي تشوفوا معايا نتاع هاد الجلبات هو 1000 درهم بالتوصيل معاك حتى لباب الدار داخل المغرب من طبيعه الحال، وخارج المغرب تحيه كما كنقولها دائما وكنعاودها للجاليه المغربيه اللي صراحه عندكم واحد السفل زوين، واحد الاداب في الكلام ديالكم حتى من خلال لي كومونتير اللي كنلقاهم. شكرا لكم بزاف صراحه، الحمد لله الحمد لله، ماشي الجاليه حتى المتتبعات الوفيات ديالي اللي كنلقاهم دائما كيخليو لي كلام طيب اللي كنعتز به وكنفتخر به وكنقولها وكنعاود الدعم وقوه ليا. شكرا لكم بزاف، وكما قلت لكم غادي يكونوا 1000 درهم بالتوصيل حتى لباب الدار. بالنسبه للجاليه اللي خارج المغرب غادي يكون التوصيل مع الدي اش ال، ولكن حتى هو غادي تكون واحد لاغوميز اللي زوينه. وان شاء الله مرحبا بكم، وكان الفيديو اللي كان قبل كنت قلت لكم وعدتكم بالهدايا، وان شاء الله يكونوا توصلوا بهم الناس وفرحوا بهم وكل شيء. ان شاء الله في هذا الفيديو حتى هما غادي يكونوا هدايا اخرين اللي من خلالها غادي نقول لكم كنبغيكم بزاف، والهلا يخطيكم عليا وخليكم معايا جلبات اخرى ان شاء الله. صراحه هضره على راس هاد الجلابه وهاد اللون فريمون شي حاجه اللي كلاس، النخوه لهلا خطينا النخوه نتاع الجلابه المغربيه ديالنا اللي كتعطي واحد الاضافه للمراه وكتعطيها واحد الجمال صراحه، شي حاجه والله الا الفن المغربي لا شي حاجه. في بزاف نتاع الحوايج كنكتشفوها راه مزلافه مغربيه بداك النقش ديالها، كنقولوا الله لهلا قطع صبيعات اللي صوبه. فالصراحه هاد الجلابه متوله غزاله بين عيديه 100%، شي عروسه تجيها كتحمق الله يكثر فرحتكم. ندخل للديطاي باش ما نطولش عليكم بزاف، هاي حيت عجبتني بزاف داكشي علاش علقت عليها بزاف. دونك كما كتشوفوا معايا طويق كما قلت لكم راه كيجي طويق حتى لهنايا بالطرز، وهاد الخدمه وهاد الالوان وهاد لا كولور اللي دخلت فيها ناري، ما نقول لكم شحال جات غزاله، جات متوله وكتحمق، جات رائعه. وكما نفس الموديل نتاع قبيلات جايين في الافتتاحات من هنا،
مع لا موسلين خلاص لتحت، والخدمه صايره دايره تيك، صايره دايره وجايه حتى من الجلايل فريمون. جلي البال اللي راقيه وزوينه وانيقه صراحه كتحمق والله العظيم كتحمق وتتمنها. جلابه دو بياس بتوب زوين وخدمه دياريه وخدمه متقونه على حقها وطريقها، 1000 درهم مع التوصيل. وكما قلت لكم بالحق ما ندخلش هذا الشيء، راه ماشي كنقول الهدايا، يعني الهدايا كنقولها الكليانات الوفيات ديالي هما اللي كنقصد بهم هديه، حيت انا كنثق بان تهادوا وتحابوا. وحتى انا براسي بزاف نتاع من خلال اليوتيوب تعرفت على بزاف نتاع الناس ولاو صديقات ديالي وعطوني هدايا اللي فرحت بهم. صراحه الهديه كتقرب بين القلوب، فنتمنى انكم تقبلوا عليا. خليكم معايا حتى تيمان تاع هذا الفيديو، ان شاء الله يعجبكم هذا الكوليكسيون وغادي تكون متميزه ان شاء الله. مفرح مفرحة جون بناني بناني وي لونت البنان داك البنان اللي كيكون طري فريمون رائعه، والالوان اللي داخله فيها كتحمق مزهره بصح كنقول شي مرات شي الوان كيصدقوا طابلو فريمون شعري كتقبلوا عليا كنلبس كنخرج ليا هذيك. دونك كما كتشوفوا معايا ديطاي عتي والله الا بزاف نتاع المرات كنلقى ان كيخليو الجلال وكيمشيو قولي لنا الصباغه اللي دايره في شعرك، قولي لنا ديك السلسله اللي دايره، قولي لنا دوك الصباط. وكاين اللي كتقول لي كاع في الكومونتير كتقول لي لا طاي شنو واش قديتي لا طاي واش عرفتي. والله العظيم لا شحال من مره زعما كاين شي دي كومونتير في الجلالب عرفتش كيجيوني غرابين، ولكن كنقول ما عرفتش كل مره شي وحده كتكون بغات شي حاجه. بالنسبه للشعر اللي كيسولني على الشعر كنأكد وكنعاود مرحبا بكم عند صالون الاخوين ابتسام راه جارتي هنا جمعتنا، مرحبا بكم بالمسلم اجيو على الراس والعين. راه ماشي صباغه وحده اللي كدير لي، راه كاين ميلونج كدير ليا لاماش، ولكن ديك لاماش راه كيبقاو تقريبا عام، ولكن كتبقى تصبغ لي عليهم دائما كتتجدد في الصباغه اللي باش كتحافظ على داك اللون. وخلاص ما نقول لكمش حتى السوان دخلت في هادشي، حتى السوان ناتوريل حتى هو عندها رائع، وعلى حساب حتى الزغبه هي كتنصحك واش يكون ناتوريل ولا سوان اللي هو بروتين ولا على حسب الزغبه ديالك. فصراحه عندي فيها الثقه التامه لانها كتنفعني بالنسبه للشعر. بالنسبه للحوايج الاسئله اللي كنلقى بزاف نتاع في لي كومونتير كيسولوني على مثلا على لاطاي ولا شي حاجه، راه كاينش راهي تماره راه حتى شويه الواحد ملي كينوض وكيتحرك وكيدير الرياضه وكيجتهد حتى في الحركات ديالو راه شويه كيعاون راسو، راه حتى شويه نتاع النعاس وشويه نتاع الخمول كيخلي ان الكريشه تخرج. وكاين عاوتاني عوامل حتى كاين الواحد اللي يحس العوا اللي كيشرب حتى هو الدواء، ولا كاين اللي كتاخذ لك كورتيكويد كتنفخها واخا كتلقاها ما كتاكلش حتى بزاف. راه سبحان الله ربي كله والتكوين ديالو، كاين اللي اصلا ما كيدير لا رياضه ولا حركه ولا حتى شي حاجه وربي عطيها طاي زوينه، وكاين اللي سبحان الله العظيم عاوتاني بلا حتى شي حاجه ما كتاكلش ما كدير حتى شي مجهود وكتنفخ ولا كتغلط ربي يعطينا صحيحه على قد تنفع وصافي. هذا الشيء اللي كاين نرجعوا للموضوع نتاع الفيديو ملي جات النطاق نتاع الهضره. شوفوا معايا القميص فريمون والله العظيم الا كيحمق فريمون، شي حاجه راقيه وزوينه، الالوان كتهبل، جلابه غزاله بالافتتاحات الديطاي نتاع الافتتاحات فريمون كلشي رائع كلشي زوين كيبقى هي الله يعطينا الرزق والتيسير. هادشي اللي كاين الله يحفظكم ويجيكم ليا. كنذكر ان الثمن 1000 درهم بالتوصيل حتى لباب الدار. مرحبا بالجميع، نتمنى حتى تجي تكون نالت الرضا ديالكم وجيت على كما كيقولوا على الذوق نتاع بعض المتتبعات ديالي. خليكم معايا غادي نمشي لوين اخر في موديلات اللي كلهم غزالين. هاد اللون كنقول هذا هو احسن لون كنحيرو مفرح رائع ماشي شي حاجه اللي زوينه وهمويه وتستاهل الذوق الراقي ديالكم فريمون شي حاجه اللي زوينه. وهذا الكوليكسيون بصح عيديه وللمناسبات، عتي تكون عندكم شي مناسبه تمشيو بحال هذا الشكل نتاع الجلبات غتجيو متميزين وانيقات ان شاء الله. دونك كما كتشوفوا معايا الجلبه اللي كما كتشوف في الموف وداخل فيها هذا الخضر ملكي فريمون جات رائعه، جات قمه نتاع الفاشن فريمون جات رائعه. كما كتشوفوا معايا الكويل جاي مشمول، جايه بهاد الطريزه اللي في الطوق كما كتشوفوا معايا، كميمات اللي مطروزين، وجايه بهاد الخديمه. شوفوا معايا الخديمه التنديته شحال رائعه فريمون غزاله، لا من جلايل لا من كلشي كلشي مخدوم، الديتاي الاناقه كاينه فيهم كاملين الله يحفظك ليا حبيبه ديالي. شوفوا معايا ديطاي تاع الجلبات، واحد الكومونتير لقيته في اخر فيديو واحد البنيته ولا متتبعه ديالي قالت لي انا راه كيعجبني الحماس باش كتهضري على جلباتك وباش كتشرحي وباش كديطاي. والله انا هاد بصح هاد القضيه اللي باش نشرح على جلباتي اي جلابه كنصاوبها
فريمون كتكون بحب. راه حتى داك المغياج نتاع الكولا فاش كنهز هاد اللون وكنبغي نديرو في هاد الجلابه كيكون بحال غنصاوبو لراسي، حيت كنبغي خدمتي كنبغيها اصلا، وكنبغي حتى الحاجه اللي كنصاوبها توصل لكم بداك الحب كما بغيتها حتى انا. فان شاء الله يعجبوكم هاد الموديلات، واللي بغى شي حاجه ولا عجبته شي موديل سكرينيه وصيفط لنا في الواتساب، مرحبا بالجميع. واللي كيقول لي راه ما كنجاوبوش، لا راه كنجاوبو كلشي، الا كان شويه نتاع الضغط ولا كنا مشغولين، راه اون فوا كنرجعوا الواتساب كنجاوبو كلشي، صيفط لنا هي السكرين والعبارات ديالك ومرحبا بك، كتوصلوها حتى لباب الدار. وكما قلت لكم بالتوصيل 1000 درهم، مرحبا بالجميع. خليكم معايا في تتمه نتاع هاد الفيديو. ما نهضروش الله الله فريمون رائع والله العظيم، الى لون كيحنت لون كيقول لك حازم خليك انا في بلاصتي، فريمون لوينات رائعين. ولكن كاين الالوان اللي كيدخلوا لنا ديك واحد الطاقه نتاع الفرحه، طاقه ايجابيه، من خلال ملي كنلبسوهم كنحسوا براسنا متميزين وانيقين، وسورتو ملي كيجيو كيعطيو واحد ليكلا للوجه كما كتشوفوا معايا الاورانج حبيبي انا كما كتشوفوا معايا القميص اللي داخل حتى هو فيه، وجايب واحد الديغرادي اللي كيهبل. نعاود نديطاييو، شوفوا معايا، شوفوا القميص الطريزه، الخدمه اللي فيها ما كيبانش هذا مستحيل يبان، ولكن فريمون راه شي حاجه اللي راقيه في اللبسه ديالها. شوف شوف كي كتجي في اللبسه ديالها، فريمون انيقه عامره وخفيفه في نفس الوقت، كتلبسيها ما كتحسيش براسك ديك الثقاله نتاع الجلابه نتاع دو بياس اللي كتحسي براسك جلابتك بلديه زعما بمعنى هذا الكلام، ولكن كتجي مخزنيه على روميه. باش قلت لكم راه جميع زعما هكا زعما شنو بغيت نقول فئات العمريه، الله يرحمك عليها ابتسام عندها مع اللغه العربيه شويه، جميع الفئات العمريه يقدروا يلبسوهم، بنيتات زعما كاين مازال شابات وسيدات وامهات يقدروا يلبسوا في حال هاد النوع نتاع الجلبات، غادي تجي متميزه وانيقه وتعيدي وتعاودي بالصحه والسلامه ان شاء الله. صافي انا جبت العيد، صافي ساليت دي طايله ياك في الخدمه. شوفوا معايا لا كولور اللي داخله، واحد الماغون شوكولا فريمون، سدي راه طويق عامر حتى هو، الفصاله اللي مخزنيه فريمون كتجي راقيه وزوينه وانيقه في اللبسه ديالها، تستاهل الذوق الراقي ديالكم. مشيو جلبات اخرين خليوكم معايا، الوان اللي نيود اللي مريحه وبسيطه وراقيه في نفس الوقت. سمحوا لي مشى ليا كما كنقولوا الحلق. وكما كتشوفوا معايا هاد اللوين اللي داخل فيها اللي ماغون ولا كما كنقول كاموني، جيبها راقيه وجيبها زوينه. نقربوا شويه على الديتاي باش تشوفوا معايا، شوفوا معايا القميص جاي كله بهاد الطريزه خلاص كامل، وكيجي بحال هكايا القبيل كما كتشوفوا معايا، الكميمات والطريزه اللي كتجي في الافتتاحات متيوله فريمون، كتجي رائعه وزوينه بزاف. لا كولور هادي، انا هاد لا كولور بعدا كاين كتجيني غزاله وكتجي مع اللوينات كاملين، هاتي السمراء كتجيها كتحمق، البيضه كتجيها كتحمق، فريمون اللون اللي كيخرج مع جميع الالوان تاع البشره وكيواتي كلشي، وما كتحتاجيش انك تكوني ماكيي وداك الشيء باش يجي معك هاد اللوين. من طبيعه الحال السيده اللي كدايره الفولار يجي مع هاد اللوين اللي داخل في الطريزه في الفولار، غادي تجي راقيه وتجي زوينه وتجي متميزه. كنتمنى حتى تجي الجلابه تكون نالت الرضا ديالكم. خليكم معايا في التتمه نتاع لا فيديو، عندها نوريو لي ديتاي. نوريو لي ديتاي؟ لا وايلي سمح لي انا نقرب شويه، هادو ما بانوش. فوالا الخدمه هي هادي، عرفتي كنبدا الاخر كنبدا نعيا وكنولي كنبقى يسحبني، راني دوزت ما انا استعدات عليا نصور كلشي، ما كنكرهش انني نبقى جالسه وانا كنصور اش كناكل اش كنشرب اش كنلبس. والله هانتوما كما كتشوفوا معايا سحبني صورت، والله الا سحبني ولكن صورت هنا صورت هذا الشيء، يمكن هو اللي خلاني انني فوالا هي هذه كما كتجي، ولكن كتجي رائعه على حسابي في لاكوب ديالها التوب ديالها المخوه ديالها دو بياس خفيفين لا خفيفين، حيت لاموستين لاكاليتي اللي زوينه ماشي لاموستين اللي حرش. لاموستين ها نوريكم، شوفوا معايا لا موسلين كي داير فريمون ورطي طب غزال، طريزه كتحمق، ما كاينش شي موسلين اللي كيكون كيس دغيا برد. لا التوب زوين، الخدمه زوينه والالوان زوينين. نتمنى هذا الموديل يعجبكم، خليكم معايا في تتمه ديال اللون نتاع القوه ونتاع الاناقه ونتاع السيده البارزه. نتمنى هذا اللون حتى هو يعجبكم، بصح جاو الالوان اللي داخلين معاه رائعين وغزالين بزاف، القميص جا كيهبل واللبسه كما كنقول لها كلها على بعضها جايه واعره، بقميصها ولا بلا قميصها جات كتحمق زوينه وانيقه
وكلاس واللبسه ديالها. نقرب شويه باش تشوفوا معايا الالوان وباش ندير الخاطر الكاوتر تشوف الديتاي اكثر واكثر. شوفوا معايا شوفوا الطريزه شوفوا لا موسلين الوان متناسقه شيبي كلشي. انا كنقول لك اللوينات شيبي وهذا المخضر خارج غزال وهذا الكويفري ولا هذا الكاميل خارج مع الكرونا كيحمق. كنقولها وكنعاود لي طابلو في الالوان شوفوا معايا وجيران الوان جيران جيران طرح من بعضياتهم. والخدمه اللي جايه كلها كترتي بواحد البيغلاج اللي كتحمق وجايه راقيه وزوينه. شوفوا معايا الديتاي نتاع الافتتاحه حتى هي مع لاموستين من التحت مع الخديمه اللي كلها جايه غزاله لا من قبيب صايره دايره جلابه كتحمق انيقه. وكما قلت لكم حتى المناسبات حتى السيده اللي عندها شي مناسبه حتى هي تجيها زوينه. من طبيعه الحال العيد حتى هي غادي تجي جلابه اللي متميزه بزاف. نتمنى حتى هذا اللون يعجبكم وهذا الموديل يكون نال الرضا ديالكم. نمشيو لوين اخر البلون كاسي ولا المسكي فريمون. هذا اللون كيبقى كما دابا شفتها ابتسام هي تقول لي هذا اللون فريمون العرايسات شنو قالت لي العرايسات فايسات زعما اللون زوين زوين مفرح مشات في موري ان شاء الله لو مقلى مني ان شاء الله الا كتنقلي لون مفرح لا زوين لا رائع لا رائع لون كلاس زوين لون هماوي فريمون لون زوين. وهذا اي سيده الصراحه كيخصو يكون عندها هذا اللون كما كنقولوا في بلاكارد ما خاصنا يكون عندنا الكحل خاصنا يكون عندنا حتى البلون كاسي. البلون كاسي عنده حتى هو واحد الفخامه في اللبسه ديالو. وكما كتشوفوا معايا جلابه راقيه زوينه وتستاهل الذوق الراقي ديالكم. شوفوا معايا الالوان ربي لما تشوفوا الالوان اللي داخله شحال زوينه. شوفوا معايا هذا البريك مع الموف مع الفيغ مع هذا لو جون فريمون لوينات اللي رائعين. شوفوا معايا شوفوا الديتاي شحال كتحمق الكوي الغزال فريمون جلابه ولا اروع. نتمنى هذه الجلابه تكون حتى هي عجبتكم وشكلت في اللوينات في الموديلات ورضيت الذوق الراقي ديالكم. وكما العاده كنقول لكم حتى اللي ما شريت تنزه معنا خليكم معايا بقات لنا جلابه وحده يا كاكاوتر وي بقات لنا جلابه لا جوج جوجيها جوج. يلا صبروا معايا شويه. نتمنى حتى هذا الكحل ينال الرضا ديالكم. واخا انا كنقول الكحل ماشي دائما انا نمشي بالكحل ولكن تيبقى حتى هو بليصو وكيبقى حلاوته وسورتو الا ما كانش عندكم منه بزاف وكنتوش خاطركم في الكحل. شوفوا معايا الكحل مع البيض شحال جا راقي وجا متميز وجا زوين. ولكن كيبقى الحكم ديالكم والراي ديالكم كيهمني. وعافاكم خلوا لي لي كومونتير شنو اللوينات اللي كيعجبوكم شنو الافكار اللي كيعجبوكم واش لي دو بياس واش لي سول بياس واش بارابيل واش شنو الموديلات اللي كتبغيو واللي كتشها واللي طاي اللي كتبغيو. راه كناخذ بعين الاعتبار لي كومونتير ديالكم حيت لي كومونتير اللي كنقول بناءه اللي كتزيد بيا القدام على راسي من الفوق الله يحفظكم ليا. وكما كتشوفوا معايا جلابه مخوه تاع مخوه فريمون رائعه. وكما كتشوفوا لا موستين من التحت كتبقى شي حاجه اللي راقيه وزوينه. واحد كان دارتهم نوها في انستغرام واحد الجلالب وكانوا لقاو واحد الاستحسان من المتتبعات نتاع نوها اللي زوين بزاف شكرا لكم بزاف. وكان بزاف اللي كان كيسحبوا مش دونتيل لا راه جلالبات بالرباطي وفيهم تقيب وداك الشيء على حقو طريقهم ما كاينش لي دونتيل مخدومين على اليد مصاوبين على حقهم طريقهم بالتشنيف وكل شيء هذاك حيت بقوت داك الدقه نتاع داك التشنيف حتى الناس سحبها واش دونتيل فريمون شي حاجه اللي مخدومه بحب ومن القلب للقلب نيشان. وكما كتشوفوا معايا جلابه كما قلت لكم الافتتاحات اللي كيجيو فيها هكايا كتجي جلابه انيقه في اللبسه ديالها. شوفوا معايا وكما قلت لكم راه حتى مع بليغات غايجيو زوينين على حسب كل سيده وشنو كتفضل تلبسي. الا بغات ترضى مخزنيه غتلبسها مع بليغات تجي زوينه ولا بغاتها كلاس غتلبسها مع دومي طالون. دونك كما كتشوفوا معايا شوفوا معايا السدير شوفوا الطوق فريمون كيهبل رائع زوين وحتى كيتشد حتى هكا يبقى فيل من هنايا اللي بغات تجيب طويق مجموع كيجي السدير كيحمق حتى هو كامل الطويق بالطرز الرباطي بيان سور حتى الكميمات. شوفوا معايا المخوه الفيشيه اللي داخل وهاد كتحمق كتحمق عرفتي لا من تنبيته لا من طرزه لا من موديل نتاع الرشمه فريمون شي حاجه اللي كتهبل ورائعه بزاف. فريمون جلابه زوينه تستاهل الذوق الراقي ديالكم والحب ديالكم اللي كتعطوني. وكنذكر ان الثمن 1000 درهم بالتوصيل حتى لباب الدار. مرحبا بكم وخارج المغرب مع الدي اش ال وحتى هي كتكون واحد لاغوميز اللي زوينه من جهتي وغادي تكون واحد الهديه كما غادي نقول خليها مفاجأة للمتتبعات الوفيات ديالي والكليانات المحبات ليا وانا كنبغيكم كما كتبغيوني. غادي نمشيو لاخر جلابه وشكرا للصبر ديالكم اللي بقى معايا حتى الفيديو تاع اليوم. شوفوا معايا الموف
هو شحال رائع معاه المدادي ولا القوقي اللي مطرز به جايه في الدك غادي جايه جليبه اللي متميزه وراقيه وتستاهل داك الذوق الراقي ديالكم داك الكلام اللي كنلقاه في لي كومونتير وكنتسناه دائما وكنتسنى لي لايك باش يطلع الفيديو باش نحس بكم انكم باغيين هاد الانواع نتاع الفيديوهات حيت هاد اليومات وليت كندير فيديوهات نتاع جلالبات كنعرف انه قد جلالب دابا والناس مهتمه بجلالبات وان شاء الله يكونوا ثقفات مات نتاع سيدنا العيد بلا مو سيدنا ورمضان حتى العيد حتى هو سيدنا والله دونك كما كتشوفوا معايا راه ملي كنبقى نكثر في الهضره دابا انا هكا كطبيعتي فيا الصواب بزاف ولكن الصواب مع الصواب كيولي كنولي نرجع في الهضره دونك كما كتشوفوا معايا جلالبه في الموف شوفوا معايا الديتاي نتاع لا كتحمق فريمون رائع شوفوا معايا الديتاي شحال كلاس شوفوا الخدمه فريمون راقيه وجايه هابطه هكا كلها وكما قلت لكم راه حتى الجلايل كيجيو مخدومين شوفوا معايا الجلايل شحال كيجيو رائعين كيجيو متميزين من القدام ومن اللور بطبيعه الحال كتجي جلابه رائعه ومتميزه بالنسبه لي طاي كما قلت لكم كاين من الميديوم حتى الاكس لارج دونك مرحبا بكم والف مرحبا نتمنى هذا الفيديو يكون عجبكم ونال الرضا ديالكم ومحبتكم اللي كنتسناها دائما وكنبغيكم كما كتبغوني وغنقول لكم الا عجبكم الفيديو بارطاجيوه مع الناس العزاز عليكم احبابكم وصحابكم ولا عجبتكم شي حاجه سكرينيوها صيفطوها لنا في الواتساب راه ان شاء الله كنجاوبوا كل شيء ويوصلكم حويجاتكم بالصحه والسلامه وطول العمر وصيام مقبول ان شاء الله والسلام عليكم.